والآن مع مراسم تتويج المركز الأول للنادي الأهلي سيدات. المركز الأول سيدات للنادي الأهلي بقيادة غزال مصر كوتش طارق خيري، السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكابتن إيهاب محسن وكابتن خالد الوصي يقلدنا الميداليات. مراسم تتويج أعزائي المشاهدين، مراسم تتويج الأهلي بطل لكأس مصر سيدات كرة السلة 22-23. يتقدمنا الفريق الكابتن ودينا عمرو، رضوى محمد لائحة شرف النادي الأهلي، حبيبة بيكو رقم 40، نرمين أيمن، نهى شتا رقم 23، فريدة وائل رقم 14، نادين سلعوة المتألقة رقم 7، جايدة خالد وشيكيلي يارا سما. شيكيلي قدامنا، يارا سما وراها، تأتي بعدها ميرال أشرف، ثم رنيم جداوي، ندى نافع، والصاعدة هنا حتحوت، ثم سوكا كيلوباترا في تقليد الميداليات. كابتن ماجد المسلمي مدير إداري، هنا حتحوت أول ميدالية مع الدرجة الأولى، كابتن ماجد مدير إداري، كابتن مشيرة الإدارية خدت ميداليتين، دكتورة ياسمين طبيبة الفريق، كابتن أكرم الشرباجي إحصائي الفريق، كابتن أكرم المعد البدني، كابتن علياء محمود نجمة مصر والنادي الأهلي، وتأتي وراها دكتورة مي، ثم كابتن كريم إسماعيل المدرب المساعد، وأخيرا الغزال كوتش طارق خيري، وتقليد والبطولة الثالثة لهذا الموسم، بطولة الدوري المرتبط، ثم كأس بطولة المنطقة ودوري المرتبط، وكأس السوبر هي البطولة الرابعة، كأس مصر هذا الموسم، أربع بطولات من أربع بطولات كوتش طارق خيري هذا الموسم. والآن مع لحظات تتويج وحمل كأس مصر موسم 22-23 أعزائي المشاهدين، نتابع معكم لحظة بلحظة تتويج الآنسات ملكات كرة السلة في النادي الأهلي بلقب كأس مصر الموسم 22-23. وادي الكابيتانو دينا عمرو تستعد لاستلام الكأس، دينا عمرو، دكتور مجد ابو فريخه، وكابتن السيد العمري فاروق العمري، وحوار ابوي، حوار ابوي، الكابيتانو دينا عمرو ترفع الكأس عليها وتقلد باللقب الثامن في تاريخ سيدات النادي الاهلي لكأس مصر. لحظات تصوير، لسه لحظات الاحتفال مع الفريق. دينا عمرو ستذهب للاحتفال بأي طريقة بقى يا دينا، هتعمليها المرة دي أي طريقة؟ أي طريقة؟ تستعد دينا عمرو، خلاص اتفقوا، ها؟ ايه الشكل الجديد اللي هتقدمه دينا عمرو في الاحتفال؟ يمين شمال فوق تحت، ماشي ماشي يا دينا، خلاص عرفنا، يمين شمال فوق تحت، واحتفاليه النادي الاهلي بكاس مصر، وتصوير والاحتفال زي ما حضراتكم شايفين بتتويج ملكات كره السله بكاس مصر الثامنه في تاريخه بعد فوزه على فريق المحترم والمحترم جدا فريق نادي الجزيره.